بالعكس. يذكر المرحوم الدكتور نظمي لوقا في كتابه عمر بن الخطاب البطل والرجل والمثل، هذا نصراني مصري قبطي، يذكر يقول نحن سميناه الفاروق. عجيب، ليش انتم سميتوا الفاروق؟ قال في روايات شتى، انا بقول للمسلمين رواياتهم، نحن مسلمين السنه نقول الرسول لقبه بالفاروق، وعندنا بعض روايات بضع روايات. النصارى العرب يقولون لا 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 غير صحيح، وقرأوا طبقات ابن سعد كمان، مش كمان تقرأوا كتبنا السريانية، لا لا طبقات ابن سعد فيه ما يؤكد أن لقب الفاروق منحه النصارى. طبعا نحن نبي أن يكون الرسول فعل هذا، وأيما كان الأمر الدلالة واحدة، الدلالة أن النصارى شعروا شعورا غامرا أيها الإخوة بماذا؟ بعدل عمر بن الخطاب، فمنحوه هذا الوسام، منحوه لقب ماذا؟ الفاروق، الذي يفرق بين الحق. وعلى فكرة كلمة فاروق في الأصل يعني فاعول، ليست كلمة عربية، هذه الزنة ليست عربية قالوا. طبعا هناك عالم سورياني معاصر مات قبل عقود، وهو ماري يعقوب إغناطيوس الثالث، أنا قرأت له بعض التحقيقات في مجلة المشرق اللغوية، يعني تؤكد علو كعبه ورسوخ قدمه في علم اللغة العربية والسوريانية. لدي قاموسا عربي سورياني من تأليف هذا، وهذا بطريرك السوريان أيها الإخوة الأرثوذكس، هو هذا ماري يعقوب إغناطيوس الثالث، لدي كتاب مطبوع على كل حال، وكان يكتب فيه، وكان عضوا في بعض المجامع اللغوية أعتقد في بغداد، مجمع اللغة العربية في بغداد، علامة كبير في اللغة أرثوذكسي سورياني، قال هذه الزنا ليست عربية، وهي كلمة سوريانية في اللهجة السوريانية الغربية فاروق، وتعني المخلص. لماذا؟ لأنه خلصنا من ظلم البيزنطيين، عمر خلصنا من ظلم الروم، تنفسنا لأول مرة من مئات السنين بفضل عمر بن الخطاب. لا إله إلا الله، الحقيقة لا تجد من يخشى عليها، الحمد لله، الحقيقة عفوا لا تفقد من ولا تعدم أن تجد من يخشى لها ويتواضع بين يديها ويعترف بها. تحب أنت أن تكابر عليها أو أنت أنت حر، أنت الذي تخسر والله. كل إنسان أيها الإخوة يناكد ويناكف الحقيقة إنما يسمم روحه، الاعتراف دائما يظهر الروح بالحقائق بكل شيء. الله قال ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، أو الوالدين والأقربين، هذا هو عشان الروح تتظهر. هذا الزلم يعترف، قال وباللهجة السوريانية الشرقية باروق، بالغربية اسمه فاروق وبالسوريانية الشرقية اسمه باروق، وأيضا تعني المخلص لأنه خلصهم من ظلم ياسر. طيب لماذا أجلى عمر نصارى نجران عن نجران، والنبي عليه الصلاة وأفضل السلام عاهدهم المعاهدة المعروفة، أليس كذلك؟ معروفة في كل الوثائق، وجددها لهم أبو بكر الصديق، فلماذا طردهم عمر؟ تعليات كثيرة، قيل لأنهم أسلموا ثم ارتدوا ولا يصح، سنده ليس بشيء، قيل لأنهم تعاطوا الربا، قيل لأنه بدر منهم نكث نقض العهد الذمة، قيل لأنهم تكاثروا حتى بلغت عدتهم 40,000 نفس، فتحاسدوا وتباغضوا واحتربوا، فأتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين أجلنا عشان نرتاح من بعضنا البعض، أجلنا، فأجلاهم ثم ندموا، اهتبلها عمر طبعا يقول الراوي، فاغتنمها عمر لأنه خافهم على المسلمين، في خاسرة الدولة القريبة و40,000 من النصارى، وعلى مذهب يجعلهم حلفاء لبيزنطة، وبالتالي حلفاء لحلفاء بيزنطة، وهم من؟ الأحباش، الحبشة، الحبشة قريبة، وحنشوف التاريخ ونقرأ التاريخ بسياق مقارن أو مقارن أيها الإخوة. فاغتنمها عمر فأجلاهم على النحو المذكور، فندموا فقالوا أخلنا، فلم يفعل. كل هذا ليس فيه مقنع في الحقيقة، الذي انتهيت إليه بعد درس هذه المسألة تفصيلا أيها الإخوة قبل بضعة شهور، عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أجلاهم على خلفية كما قلت تدبيرية، سياسة شرعية بسموها، يعني تفكير استراتيجي وأمني أيها الإخوة. لماذا؟ سنقول لكم. في مضلع خلافة عمر بن الخطاب، القراصنة النصارى أيها الإخوة التابعون للحبشة كانوا يقطعون البحر، مش البر الآن، على السفن التجارية للمسلمين وغير المسلمين في الجانب الغربي البحر الأحمر، فأثر هذا على وضع التجارة، هذه واحدة،
كما قلت لكم التاريخ غير البعيد يؤكد أن اليمن تم احتلالها لما تحالف أذواء اليمن، الأذوار سموهم أذواء اليمن النصارى، مع ماذا؟ مع الحبشة. فجاءت جيوش الأحباش واحتلت ماذا؟ اليمن. وعمر يخشى أن تتكرر إيش؟ هذه اللعبة مرة أخرى. جيش المسلمين كما قلت لكم أين؟ على الجبهة البيزنطية، على الجبهة عفوا الفارسية. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأخبار كانت تترى أن فارس تلملم فلولها وتحشد جيوشها لكي تنقض على إيه؟ على الدولة الإسلامية. فاضطر الفاروق عمر إيه؟ أن يجعل الجيش في الجبهة إيه؟ الفارسية، والمدينة تقريبا خلو. هل من المعقول الآن أن يسمح للأعاجم بدخول المدينة؟ هل من المعقول أن يترك 40,000 نصراني في نجران يتركهم هكذا لحلف محتمل مع الأحباش وقراصنة الحبشة يعيثون في البحر إيه الأحمر الفساد؟ ها؟ في خلفيات كثيرة موجودة. عمر أخذ هذا كله بعين إيه الاعتبار. الأعجب من هذا، وهذا لا يكاد يتحدث عنه إلا الأقل الأقل أيها الإخوة، حروب الردة لم تسلم من الأصابع إيه؟ الكتابية، خاصة النصارى. والعجيب أن أمنا عائشة رضوان الله عليها كما يروي عبد الملك بن هشام في السيرة يقول، عفوا تقول، وتوفي رسول الله وارتدت العرب وشرأبت اليهودية والنصرانية. إشارة غريبة لن يأخذها المؤرخون إيه على محمل الجد. شوفوا شو وراها، إيش تحتيها، ليه؟ إيش معنى شرأبت اليهودية والنصرانية؟ وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية. الغنم إيه إذا أصابها المطر كيف تتبدد وتتفرق أيها الإخوة. هذا كلام عائشة. العجيب أننا وجدنا أن كبار المتنبئين ورؤوس حركات الردة إنما كانت في المناطق التي فيها تواجد نصراني. ما رأيكم؟ هذا درس التاريخ، هذا الدرس النقدي العلمي للتاريخ. يعني عندك اليمن الأسود العنسي، واليمن كما قلنا النصارى نجران 40,000 لحالهم، هذولا في نصارى متفرقون في أصقاع أخرى عمر تركهم. طب في يهود في اليمن عددهم يفوق نصارى نجران، عمر تركهم مكانهم. واحد يقول لي وضح، لماذا؟ الآن وضح. لماذا؟ لأنهم لا يشكلون قوة خطرة يمكن أن تتفاقم خطورتها بالتحالف مع جار قوي كالحبش. هذول اليهود ما لهم مش حليف، فهمتوا؟ هذا هو. وإلا النصارى أقرب إلينا من اليهود، أليس كذلك؟ لكن عمر ما بتحدث إيه بعقلية أي نصية أو دينية محضة على المستوى العقدي الأيديولوجي، لا، عمر على المستوى الجيو سياسي والاستراتيجي الأمني. اليهود أبعد ولكن بشكلوش خطر، خليهم بس عددهم أكبر، قال مش مهم، هذول عددهم كبير لكن خطرون جدا. تعارف مع الحبشة ربما إيه يحدث لنا فتق لا يمكن إيه رتقه ولا رقعه. هذا هو، هذا إيه هو. فعندنا اليمن ولدينا اليمامة، وكان فيها إيه تواجد نصراني إلى حد ما، فيها مين؟ مسيلم الكذاب، وعندنا سجاح بنت الحارث، وعندنا سجاح بنت الحارث. وين سجاح؟ في الجزيرة الفراتية قرب بادية الشام، والتواجد النصراني هناك معروف. إيش رأيكم؟ معناها كبرى حركات الردة كانت في أماكن شهدت تواجداً نصرانياً. هذه المسائل لا يمكن أن تغيب عن الفاروق أيها الإخوة، هذا العبقري الكبير. على هذه الخلفية اجترح واتخذ قراره بنفي نصارى نجران، لكن انتبهوا ليس إلى خارج حدود الدولة الإسلامية التي كان يتمنى كثير من الإيه؟ الآخرين. وبلغة برنارد لويس، برنارد لويس قال في تاريخ الخلافة الإسلامية كان يحدث ما سماه إيه؟ لينين تبع الاتحاد السوفيتي، الاقتراع بالأقدام. بيعمل اقتراع فال يعني إيه انتخاب بس بالأقدام، تصويت بالأقدام. إيش هو هذا؟ الهجرة. الاقتراع بالأقدام يعني إيه؟ الهجرة. يقول برنارد لويس، يقول دائما كانت الهجرة من الغرب إلى إيه؟ إلى الشرق الإسلامي. العالم الإسلامي هو العالم الذي كان يؤمن للناس مستوى عاليا من الحريات، من الكرامات، من ضمان الدخل، من ضمان إيه؟ الدخل. على فكرة في قضية استشهاد عمر المروية في البخاري عن عمرو بن ميمون في أولها قال: وشهدت قبل وفاتي بأربعة أيام كما يظهر السياق، شهدت عثمان ابن حنيف وحذيفة ابن اليمان وقد قدم من العراق، فقال لهما
انظرا أن تكونا حملتما الأرض، الأرض الخارجية، أرض الأعاجم وغير المسلمين، الخارجية كانت مش عشرية، العشرية المسلمين، الخارجية لغير المسلمين، انظرا أن تكونا حملتما الأرض فوق ما تطيق، فقال ما حملناها يا أمير المؤمنين إلا ما تطيق وما فيها كبير فضل، قال انظرا أن تكون عاد حملتم الأرض ما لا تطيق، والله لئن سلمني الله، ويا ليته سلمه، والله لئن سلمني الله. كن أرامل نساء أهل العراق أو أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال فلم تمر عليه إلا 4 أيام حتى طعن رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا عمر، لذلك يا إخواني هذه ملحظ مهم جدا، عمر لم يجلي نصارى نجران إلى خارج الخلافة، إلى خارج أرض الخلافة الإسلامية، إنما أجلاهم إلى نجران العراق وكانت داخلة في حدود إيه؟ الخلافة الإسلامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة، لأنني وعدتكم ألا أطول اليوم فسألتزم بوعدي، بقي من ملف عنصرية عمر على الأقل 5 نقاط تقريبًا، نحن إيه ناقشنا وعالجنا مسألة واحدة، لذلك الموعد بإذن الله تبارك وتعالى الخطبة المقبلة، الخطبة المقبلة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، وما جنينا على أنفسنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ادرأ عنا الفتن والغلاء والبلاء والإحن والمحن برحمتك يا أرحم الراحمين. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم لم شعثنا واجمع شملنا ووحدنا من فرقة وقونا من ضعف يا رب العالمين، واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل اللهم غنانا في أنفسنا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.